تاني في برنامج صباح الخير يا جماعه، ودلوقتي عنوان فقرتنا بعنوان الصحه العامه، ومعانا الاستاذه الدكتوره هاله مصطفى هادي هاشم، استاذ الصحه العامه بجامعه بنها. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، ونورتينا النهارده فقرتنا. ربنا يخليك. عايزين يا دكتور نبذه مختصره عن حياتك، وامتى استلمتي العمل في كليه الطب، وايه الدرجات العلميه اللي حصلت عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. الأول أنا خدت بكالوريوس الطب والجراحة سنة 1979، وبعدين بعد كده تعينت معيدة في كلية طب بنها سنة واحد، يعني في تاريخ 1/12/1983، وبعدين حصلت على الماجستير بعد سنتين، ودكتوراه بعد 3 سنين، وكنت مدرس في كلية طب بنها بتاريخ 1988. بعد كده اتعينت استاذ مساعد بعد 5 سنين، وبعد 5 سنين تاني استاذ، وتعينت رئيس باسم الصحه العامه لمده 3 سنين من سنه 2009 ل 2011. وطبعا انا يعني بحب الصحه العامه جدا، ومن زمان كان حلم حياتي ان انا ابقى الصحه العامه، لان هو انا شايفه ان هو تخصص جميل جدا، بس في ناس كتير قوي مش عارفين عنه حاجه خالص. فيعني عايزيني احكي عنه ولا ايه؟ اكيد طبعا. هو الصحه العامه الحقيقه دي حاجات كتيره جدا متكونه ببعضها. اولا هو الطب الوقائي. يعني ايه الطب الوقائي؟ يعني مسؤولين عن التطعيم، مسؤولين عن حماية المرأة، مسؤولين عن حماية الشيخوخة والمسنين، مسؤولين عن حماية الأطفال، الأطفال الرضع، وبرضو عمال المصانع. فإحنا مسكين كل الهيئات المسؤولة الموجودة في مؤسسات الدولة كلها من ناحية وقائية، من ناحية التطعيم، من ناحية اللي هي الكشف المبكر للأمراض، وبعدين بعد كده بنعمل مسح طبي عشان أي مشكلة طبية نلحق نعالجها في أولها. ده بالنسبة للصحة العامة. برضو احنا مسؤولين عن البرانش بتاع الإحصاء الطبي، احنا اللي بنعمل الإحصائيات. وبعدين برضو في تخصص اسمه الفاميلي ميديسن، اللي هو طبيب الأسرة، ده انضم للصحة العامة. فالحقيقة في ناس كتير قوي مش عارفين يعني ايه طب الأسرة، فأنا عايز أقول لهم طبيب الأسرة ده صديق الأسرة. يعني ايه صديق الأسرة؟ يعني انت لما بتروح تكشف عند الدكتور، دلوقتي في معظم الدكاترة بقت نظام تجارة، فبفضل أطلب منك فحوصات وبفضل أدخلك في متاهات وانت بتسمع الكلام عشان نفسك تخف. فطبيب الأسرة ده انت بتروح له الأول، وبيشخص انت محتاج لإيه، وبيقول لك انت تروح لطبيب القلب، تروح لطبيب الصدر، مثلا السيده تروح لطبيب مين. فاحنا بنوجه الناس بحيث ان هم الدكاتره ما يدخلوهاش المعتاد. وابتدينا الحقيقه طب الاسره اتنفذ في محافظه المنوفيه، في محافظه بنها، في محافظه القاهره، وفي محافظه اسيوط من الصعيد، محافظه المنيا. فابتدينا بننتشر، بس انا معلوماتي ان هو لسه ما وصلش الطب هنا، فان شاء الله باذن الله ننجح ان احنا نوصله. وبعدين على فكرة الناس دلوقتي ابتدت تبقى واعي ليها، لان كل المراكز الطبية انا عاملة فيه فرع كده لطب الاسرة، اللي هي بعمل سجلات كل يعني زوجة وزوج بيسجلوا اسمهم، وبعدين اول ما بيخلفوا بنبتدي نتبناهم والابن ده ونعمله ارشاد، ولو احتاج لتخصص بنرشده للتخصص اللي هو عايزه. بس طيب بعد حضرتك يا دكتورة عرفتينا على قسم الصحة العامة، ممكن نعرف ايه هي سنوات دراسة القسم؟ اللي هي سنوات دراسة كلية الطب، ولا احنا بندرس المادة بتاعتنا امتى؟ لا يعني هو قسم الصحة العامة في كلية الطب بيدرس في سنة اولا قسم الصحة العامة على ايامي انا لما كنت طالبة كان بيدرس في سنة 4 و5، يعني في سنتين. بعد كده من 10 سنين حولناها للفرقة الرابعة، بس أبا هنا في بعض الكليات اللي هم بيمارسوا الساعات المعتمدة فبيدرسوها في الفرقة الثالثة، زي جامعة إنا، جامعة جنوب الوادي، وبيدرسوها في الفرقة الرابعة، الفرقة الثالثة والرابعة. طيب أهمية القسم، يعني قسم الصحة العامة، يعني وطب المجتمع، ليه بنسميه طب المجتمع لخريجي كليه الطب؟ الاول كان التخصص بتاعنا اسمه الصحه العامه، فكانت الناس انا عايزه اقول لك حاجه جميله جدا، ان انا كنت بقعد مع قرايبي فيقولوا لي انت صحه عامه يعني دكتور كشكول، يعني انت مش متخصصه. فانا كل الناس مش فاهمينه قوي، فسميناه طب المجتمع عشان نبين للناس اهميته، لان احنا ماسكين جميع قطاعات المجتمع، بنبدا من المولود لغايه المسن،
كل القطوات دي اللي هي الرضع والاطفال والمدارس والعمال والجامعات والمسنين والام والاب مسؤول عنهم الطب الوقائي اللي هو طب المجتمع. فده اهميته. وبعدين الحقيقه الطلبه برضو ما بيعرفوش اهميه الاسم بتاعنا غير لما يدرسوا ويعرفوا، لان كلمه صحه عامه بيفتكر ان هو هيفضل ممارس عام على طول، لكن ابتدى الناس يزيد وعيها جامد جدا يعني. طب زي ما حضرتك الدكتوره شايفه ان مرض الانفلونزا الطيور انتشر جدا في الاونه الاخيره، ايه الاجراءات السليمه المتبعه لحد ما انتشار المرض حسب وجهه نظرك؟ والله احنا قلنا ان احنا بالنسبه للحيوانات دي نمنع تربيتها في البيوت، لان دايما بيربوها بتربيه غير صحيه. وبعدين بعد كده ان احنا ما نتعاملش مع فضلات الحيوانات بسهوله، لازم بطريقه ان احنا الجوانتيات وما نتعاملش بالمخلفات بتاعه الحيوانات، يعني المهم ان هي الطريقه الصحيه. وطبعا الحقيقه الطريقه الصحيه يعني ما فيش بتاع فراخ هيلبس جوانتي وهو بيذبح. ما فيش مثلا اللي هو اللي بيتعاملوا مع الحيوانات الفلاح ده هيلبس جوانتي، فهي يعني التثقيف الصحي ده بياخد وقت، ان انا اغير العادات بتاعتك والطريقه بتاعتك ده بياخد وقت كتير جدا. فهي المفروض ان احنا حتى المخلفات دي نحطها في حاجات مغلقه، الناس ما يبقاش يعني كونتاكت معاها، يعني لازقه فيها كده دايركت، لازم نبقى فيه كده. ونفهم ستات البيوت على فكره في حاجه مهمه قوي ست البيت مش عارفاها، ان السكينه اللي بقطع بيها اللحوم والفراخ دي لازم تبقى حاجه معينه غير اللي بقطع بيها الخضروات والفاكهه، لان بيتنقل مرض التيفود والسالمونيلا عن طريق السكينه. كل الستات، انا رحت مره الامارات قالوا لي حاجه جميله جدا، قالوا لي احنا عاملين السكينه الخضراء للحاجات النيه اللي هي الخضروات والفاكهه، وعاملين السكينه الحمراء للحوم والفراخ، لان اكتر طريقه غير صحيه انك يعني انت في البيت بتستعملي السكينه لوحدها للحمه والفراخ وسكينه للخضروات والفاكهه، ولا هي مش كده؟ فهو برضه الوعي ده ما انتشرش. دي من اهم نقل الاناء اللي انت هتحط فيه اللحمه او الفراخ، ما نحطش بعد كده الخضروات النيه اللي انا هاكلها يعني. وفي البيت ابقى فاصله في ترابيزه للحاجات النيه اللي انا مش هغليها، القوطه والخيار والحاجات دي دول مش هغليهم، ده غسيل ميه، ابعدهم عن الفراخ واللحمه وكده، لان بينقلوا السالمونيلا وبعض الامراض للحكايه دي. فانا دي يعني بتعمد ان هو الجوانتيات، والمفروض بتاع الفراخ يبقى لابس الاوفر شوز اللي هو الجزمه دي، لابس لبس معين لما يخلص التعامل مع الحيوانات يقلع كل ده. وطبعا لو انا لاقي اي واحد بدايه اعراض انفلونزا اجري اروح للطبيب عشان يطمني ان هي انفلونزا عاديه او انفلونزا الطيور او الخنازير. طب في حاله التجمعات الكبيره محطات المترو في المدن الجامعيه في المعسكرات، ازاي طرق الوقايه للحمايه من الامراض زي انفلونزا الطيور والانفلونزا والطرق الوقايه زي. هو ان انفلونزا الطيور والخنازير دي مش هتتنقل في الاماكن المزدحمه، هي احنا قلنا بتتعامل بالمخلفات الحيوانات والطيور وكده، بس عموما الاماكن المزدحمه دي من اخطر الاماكن لنقل الامراض، اللي هي خصوصا اللي بتتنقل عن طريق الرذاذ وعن طريق العطس، واللي هي العادات السيئه بتاعتنا، المناديل يستعمل منديل ويرميه، اللي هي البصق في الشارع دي عادي جدا، ده ناس يعني محترمه جدا وهو ماشي عمال يبصق في الشارع كده، كل دي اللي بتنقل الامراض. فاحنا يعني هي بقت في حاجه جميله جدا، طول ما انت ماشي اللوح اللي هي نو سموكينج، يعني مفيش تدخين، فابتدى الناس يعني انا حاسه ان التدخين قل، او على الاقل وانت راكب الميكروباص، راكب العربيه، راكب القطر ممنوع، يعني عايز تدخن بتطلع في حته تانية. فمبدئيا ابتدينا نقلل شويه التدخين علشان احنا منعناه وابتدى يدفع غرامه. هو اهم حاجه ان احنا نعمل عقاب، يعني عقاب وثواب لكل العادات السيئه. ايوه، وهي على فكره في المترو بالذات ممنوع تماما اي حد يدخن، اللي بيدخن ده بيتذبح، اولا بيدفع ايميديت 300 جنيه، فدي لوحدها بتلوي يعني. صح. بس فهي على قد ما نقدر، هو الوعي على قد ما نقدر. طيب دكتور، امتى لازم نعمل مسح شامل وفوري لمنطقه معينه عشان نشوف مدى انتشار المرض فيها، وازاي نعمل ده بشكل سليم؟ والله لو شفت عدد كبير جدا ظهرت عليه حاجه معينه، يعني مره واحده كده جالي 30 واحد عمليه اللي هو عنده قيء واسهال وكده، يبقى دي في حاجه تسمم، التسمم ده احتمال لو ما كانوش في فرح او كانوا اكله ملوثه او كده، احتمال تكون من الميه، يبقى لازم اعمل تشيك على الميه، على المصدر الكومن اللي هو داخل بيهم، واقفله
علشان امنع الميه، لان الميه دي ممكن تنقلي الالتهاب الكبدي الوبائي ايه، ممكن تنقلي التيفون، ممكن تنقلي الكوليرا، والحاجات دي بتكتر على فكره في الصيف. يعني انت لو خدت بالك ساعات تشرب الشاي تقول لك ده طعمه فيه كلور كتير. ليه؟ لان احنا بنزود الكلور في الصيف علشان الامراض الصيف كلها بتتنقل عن طريق الميه والاكل. طب انت حضرتك يا دكتور شايف ان الميه احسن ولا الميه بتاعت الحنفيه اللي مليئه بالمعادن والاملاح؟ طيب، هي اولا الفلتر ده حاجه ميكانيكال. يعني ايه ميكانيكال؟ يعني انا بحجز الحاجه لكن هي الميه مش معقمه ولكن نظيفه. يعني فاهم ازاي؟ يعني انا حاجزه الرمل، حاجزه مثلا اي حاجه، لكن البكتيريا والفيروسات هتنفذ. فانت بتاخد لكن انت على الاقل بتحجز الرمل والحصى واي املاح او اي حاجه كبيره الفلتر بيمنعها، لكن مش بيعقم. طب ايه الاملاح اللي موجوده في الميه مش مهمه للجسم اصلا؟ لا، هي مش مهمه خالص. لا، اللي في الميه دي لا، هي بس الفلورين هو المهم. علشان كده في حتت الفلورين ده لو زاد عن 1 من 10 في المليون، الفلورين ده بيعمل ايه؟ زياده، تشوف السنان زي الخريطه. يعني في منطقة معينة الفلورين فيها زايدة جدا، فبيشربوا المياه الجوفية. المياه الجوفية العميقة دي بيبقى فيها فلورين، فبتعمل حاجة اسمها دينتال فلوروزيس. يعني تشوف سنة الولد كده مرسومة كده بقع سودة. في حتة تانية بقى ما فيهاش فلورين خالص، فالولد يجيله تسوس في الأسنان. فالفلورين ده لازم تاخده بنسبة معينة علشان لا يجيلك تسوس ولا يجيلك اللي هي السنان اللي عاملوها فيها بقع دي. طب احنا الطب بص للدكتور اتكلمنا عنه طبعا، ايه لم يتم استكمال هذا المشروع؟ لسه برضه الناس ما عندهاش وعي. لازم ال 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 الواحد عشان يسمع كلامك لازم يحتاج لك. فدلوقتي لو طبيب الاسره لما ابتدينا نعمل الفايلات والريكورد وكده، ونعمل اللي هي رعايه الامومه والحوامل، وابتدينا فعلا يلاقوا خدمه بيجي لي. لو ما لقاش خدمه مش هيجي. زي التطعيمات دلوقتي، انا حفيدي المفروض بقى والده مهندس ومثقف وكده، لكن المركز الصحي يوم التطعيم بيكلموه يقولوا له ميعاد تطعيم ابنك. هو اصلا بيبقى نازل رايح، لكن هم برضه بيتكلموا. فده بقت ظريفه، يعني لما بتلاقي فايده من حاجه معينه بتروح لها، لكن لو لقيتهم ان هم عمالين يضحكوا عليك ما بيعملوا لكش حاجه مش هتروح. فاحنا ابتدينا نعمل جاذبيه ان نقدم خدمات لنفس الناس، مش هقول العيانين، الناس. وعاملين نادي الاسره. يعني ايه نادي الاسره؟ يعني مطروح طب الاسره كده نجتمع بالاباء والامهات ونقول لهم مشكله زي انفلونزا الطيور، وبعدين ممكن نوزع عليهم هدايا، نوزع عليهم حاجات ساقعه، فابتدوا يحبوا الموضوع. ممكن برضو ندخل لو عندهم مشكله اجتماعيه يحكوها لنا. فنبتدي زي ما قلت لك صديق الاسره. طبيب الاسره هو صديق الاسره. لاني انا بدخل مش بكشف على الاب بس ولا الام بس، بكشف على الاب والام والاولاد والجد. فببقى كده وانصحهم، لا ما تروحش كده، الدكتور لو قال لك اعمل كذا وكذا وكذا انت محتاج كده بس. يعني فاهم ازاي؟ فان شاء الله باذن الله يعني الثقافه بتاعته هتوصل. شكرا خالص دكتور على هذه الفقره الممتازه جدا، شكرا خالص. وما زلنا بنواصل فقراتنا المتعدده في برنامج صباح الخير يا جماعه، فابقوا معنا.